لحظة لحظة، الله، افتح الخزنة. مش افتح الخزنة، اتفضل اتفضل اتفضل. الله هدوم. بص شوف ايه. جميل، تمام قوي. تعرف الشاب ده دكتور محمود؟ لا يا باشا، ما اعرفوش. ما تعرفوش؟ طب لو وريتك صورته اللي لقطتها كاميرات المراقبة وهو نازل من عندك، ها افتكرته؟ افتكر يا نجيب. معلش يا حضرة الضابط، اصلي ذاكرة الدكتور نجيدة بعافية شوية، بس هو لازم هيفتكر. صح يا نجيدة؟ هو جرى فيها ايه؟ صبرك بالله، صبرك بالله يا اخت نعماء، لسه دورك جاي. اذا كان هو نفسه اعترف عليك، ده غير قضية الادوية المخدرة اللي بترشي فيها الممرض بتاع الوحدة الصحية وتصرف فيها بمعرفتك بطرق غير مشروعة. ده ولاد دهشة بسم الله ما شاء الله، اجماع عليك. كذب يا باشا، انا ما اعرفش الاشكال دي. طيب ناخد الاحراز ونروح على النيابه، وهناك هنشوف مين فينا الكذاب اللي ربنا هيوديه النار. اتفضلوا معانا من غير شوشره. ولا بشوشره حتى يا حضره الضابط، الناس دي ما راهاش الا الشوشره. هدوم. كده انت عملتي كل اللي عليك يا بنتي. الله لا ينظر إلى صوركم ولا أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ألف حمد وشكر ليك يا رب. الحمد لله، ألف حمد وشكر ليك يا رب. أشهد أن لا إله إلا الله. أنا فين؟ أنت في المستشفى، حصلت لك حادثة، بس لولا ستر ربنا كان زمانك في ال... أنت مالك خايفة عليا أوي كده ليه؟ تصدق يا حافظ، بالرغم أنك بصباص وعينك زايغة وبخيل، بس اول يا اخويا ما حصل لك اللي حصل ده، حسيت ان في حته اتخلعت من قلبي. طب بذمتك اعيش في الدنيا ازاي؟ انا كنت عايش وحيده ومنكسره. اعيش من غيرك؟ طب اغيظ مين وفلفل مين؟ ببقى عايزه اكسر دماغك، بس ما اقدرش اعيش من غيرك يا اخويا. من الواضح كده إن البني آدم مننا لازم ياخد على دماغه خبطة جامدة قوي عشان يبدأ يفوق ويحس باللي حواليه ويحس إنه في نعمة الواحد ما كانش شايفها ولا حاسس بيها. عارفة يا سامية، وأني في الحفرة ساعة ما بدأت تقع علينا، كل اللي جه في دماغي حسيت انني ميت. مش بس كده، لقيت حياتي كلها بتجري قدام عيني، الحلو اللي فيها والوحش اللي فيها. حسيت كمان ان ربنا بيحبني قوي، ربنا بيحبني قوي، وانا اللي ما كنتش واخد بالي. بعت لي اكتر من علامه،
وأنا اللي كنت حمار مش شايف. صفية كانت علامة، والشيخ محمد كان علامة برضك، حتى الحفرة أنا مش زعلان من اللي حصل لي، إنها برضك كانت علامة، زي ما يكون ربنا عايز يديني فرصة أخيرة، وأنا بإذن الله ناوي بعد كده أخد بالي كويس قوي من العلامة إن شاء الله. أنا عايز أسألك سؤال. إيه يا أخويا؟ هو أنت ليه ما كنتيش معانا في الحفرة؟ أجي معاك ليه يا حافظ في الحفرة؟ بعد كده أخدك معايا لأن دي برضك علامة. يوجدك إيه يا حافظ؟ يا أخويا بعد الشر عليك وعلي، ربنا يخليك لينا. اتفضلوا. بعد الاطلاع على الأوراق في القضية رقم 11364، وبعد سماع التقرير والمرافعة وبعد المداولة، حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الجنايات لتحديد هيئة أخرى للفصل فيها. رفعت الجلسة. متدوري على حاجة معينة يا صفية؟ جلال